السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث ديال الطرز الرباطي ديال هاد الوريدة هادي. فكما خليناها في الجزء اللي قبل من هذا، قسمنا هاد الوردة، درناها تقريبا في كل شكل كنقسمو على ثلاثة، ودابا غادي نجي ما بين كل جوج ديال الخيوطة وغادي نعاود نقسمهم من النص باش نزيد ونسهلو على راسنا الخدمة. هما الطريقة بانت لي مزيانة وسهلة. فكل جوج ديال الخطوط حاولوا انكم تقسموهم من النص. والان من بعد ما درت على هاد الورده كامله، غادي نعاود نرجع ندير نفس الطريقه. غادي نجي ما بين كل جوج ديال الخيوطه وغادي نعاود نقسمهم، ندير واحد الخيط الوسط. غير هو هنا كاين واحد الملاحظه مهمه بزاف، بعد مرات ما غاديش نهبط هذاك الخيط حتى نوصل للبريد اللي عندي. بعد مرات كتخدمي غير النص تقريبا، يعني ماشي دائما، المهم انت عينك ميزانك. بحال هنا مثلا ما هبطش حتى وصلت للبريد، قبل ما نوصل للبريد هبط البرا. فانتوما هنا غتخدموا عينكم ميزانكم، الا لقيتوا فين يعني كاين واحد الفراغ فين تهبطي وتوصلي حتى للبريد هبطي، ما لقيتيش فغتحبسي قبل. المهم هذه هي الطريقه. والان من بعد ما كملت هاد الوردة هادي، المهم انا بقيت غادا كندور وفين ما تتبان ليا شي فراغ كنعاود نعمرو حتى كملت هذيك الوردة. الطريقة اللي عطيتكم طريقة سهلة وبسيطة وكتصدق في هاد الوردة هادي، كتصدق فيها زوينة. مع الاسف ما غاديش نقدر نطبقو نفس الطريقة على هاد الشكل. كما كتلاحظوا معايا هاد الوردة فيها اشكال مختلفة، كل شكل وكيفاش كيتخدم. هنا اهم حاجه في هذا الشكل هذا بالضبط اللي تنخدم معكم الان هي البديه. هذيك البديه خاصك دائما ديري واحد الغرزه ولا واحد المسافه اللي تكون صغيره وتعرفي فين غادا تبدايها بالضبط. المهم غتبقاو غاديين بهذه الطريقه. هذيك الجهه الفوقانيه كيكون بحال كتبعدي شويه الضربات، والتحت غادا تقربي الضربات مزيان. مهم هنا يعني ما نقدرش نعطيكم شي معلومه واضحه، نتوما غتبقاو غادي خدامين حتى تعمروا هذا الشكل. كما قلت لكم ركزوا على البديه، البديه هي اللي مهمه بزاف. Thank you.
والان من بعد ما كملت هاد الشكل غادي نعاود نرجع لهاد الاشكال هادو. هاد الاشكال شويه تيكونوا صعاب، يعني ماشي شي حاجه سهله صراحه، ولكن حاولوا انكم تبقاو غاديين غير بشويه. الضربه الاولى تكون صغيره، كديروا يعني غير واحد المسافه صغيره بزاف، ومن بعد عاد كترجعوا تخدموا. المهم غادي نحاول نقرب لكم الصوره باش تشوفوها مزيان. لاحظوا معايا هنا قربوا الضربات يكونوا حدا بعضياتهم، وفي الراس الفوقاني يكونوا شويه الضربات بعيد. فغادي ترجعي تهبطي الابره. ممكن ما قلت لكم هذا الطرز الرباطي، يعني ما نقدرش نعطيكم شي نصائح كثار بزاف، كيعتمد تقريبا على انك تبقاي تخدمي بزاف، شحال ما غادي تخدموا بزاف شحال ما غادي تتعلموا. Thank you.
فهذا هو الشكل النهائي. مهم باقي واحد الجزء اخر، غادي نوري لكم كيفاش تركبوا العقيق وكيفاش تصايبوا هادشي. مهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم. وبالنسبه للدرس غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو في صندوق الوصف.